الكابتن الكبير الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله. نهنيه الاول على الشكل الحلو اللي ظهرت بيه مباراه الاهلي والاتحاد النهارده، ونساله كام سؤال مهمين. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. يا اهلا بيك، صباح النور صباح الفل عليك وعلى مصر كلها. اهلا بحضرتك. النهارده الشكل كان حلو، المباراه شكلها حلو، كل حاجه يعني التنظيم شكله حلو، ما فيهاش مشاكل يعني. عادةً كنا بنشوف في كره السله في المباريات الاخيره دي اثاره وحماس من اللاعبين وازمات، بس النهارده الامور مشيت هادئه ورائعه جدا. والله الحمد لله، ربي يتم على خير كده باذن الله. الفريقين يعني يستاهلوا الدوري بصراحه. صح، عاملين موسم هايل. صح، الفريقين اي حد يكسب الثاني. شفنا نفس الماتش كمان يعني رايح جاي ازاي وكده، ووقت اضافي، منظر جميل، والاجهزه واللاعبين ملتزمين جدا. الحمد لله يعني تمام، بس كان ينقصنا وجود الجماهير بقى، بس يعني ان شاء الله السنه الجايه. انا كنت اتمنى كده حتى بس يبقى الصلاه فيها روح كده، هتدي دفع للاعبين اكتر، لكن للاسف لم يتم الموافقه على كل اي حد يعني. ولا كنت لسه اسالك ده، هو السؤال اللي جاي يا فندم، مفيش اي بركه امل ان الجماهير تخش المباريات في الفتره اللي جايه او المباريات اللي جايه؟ انا اتمنى الامن الحقيقه يعني، احنا بعتنا الامن حتى، قلنا 150 من اسر اللاعبين واللاعبين القدامى بتوع النادي وكده، وبكاش معتمد من هنا من الاتحاد. الامن رفض تماما، قال لك لا مفيش الا اعضاء مجالس الادارات بس اللي تخش، لان تقريبا حصل حاجه في اليد او في الطايره قبليه يعني، حصل مشكله او كده سمعت يعني. الله اعلم ايه هي، لكن مفيش مشكله هتوقف الدنيا كده يعني. امبارح لما يبقى استاد القاهره بالمنظر الجميل اللي شفناه بالجماهير دي كلها، نيجي النهارده نقول 150 واحد يتقال لا، حاجه كانت صعبه جدا يعني، والناس كلها زعلانه، حتى اسر اللاعبين زعلانين يعني، حتى بيعملوا روح في الملعب، حتى يعني اللعيبه القدامى يعني، لما يجي لاعب منتخب مصر وكان بيلعب في الاهلي او بيلعب في الاتحاد وجاي يخش الماتش، انا اقول له لا، وفاكر ان انا اللي بقول لا، لا يا جماعه انا بقول لا، انا نفسي الناس كلها تخش والجماهير كمان تخش. لا ده اللي خلاني انقص المباراه بس الحقيقه يعني، لكن المباراه كانت في منتهى الروعه والحياديه والالتزام من كل الاطراف. دي نقطه مهمه بقى، هل بيبقى في اعتراضات بتجيلك على التحكيم بعد نهايه المباريات دي، ولا الامور مستتبه او مقبوله من الفرقتين بالنسبه للتحكيم تحديدا في مباراه اليوم؟ والله هو كان بيبقى بس في نفاذ اثناء المباراه، بعد المباراه لا ما بيحصلش حاجه خلاص، اللي كسب كسب واللي خسر خسر. كان دايما المناوشات كلها كانت بتبقى ضغوط على الحكام المصريين، احنا جبنا حكمين اجانب وحكم مصري معاهم، فبالتالي حكمين اجانب يعني مريحين الفرق، واحنا جبناهم بناء على طلب الفرقتين يعني، ان هم طالبين النهائي يبقى فيه حكام اجانب وكده، واحنا خدناه من منطلق تاني، خبرات لحكامنا اكتر وتفاعل مع حكامنا اكتر ومدارس جديده بنشوفها. فجي الحكمين الاولانيين دول هيلعبوا الماتشين الاولانيين، وبعدين هم يمشوا ونجيب حكمين تاني الماتشين اللي بعديهم. الفترة اللي فاتت أو الأخيرة يعني يا فندم، شفنا أجانب بمستوى إلى حد كبير عالي في كثير من الأندية المصرية، دي نقطة مهمة جدا، وشايفين إنها رفعت كمان من قيمة البطولة أو قيمة كمان المباريات الكبيرة، حضرتك ملاحظ الكلام ده؟ طبعا، احنا يعني احنا بنلعب بلاعب واحد وفكرنا يبقى اثنين، لكن الظروف برضه الاقتصادية اللي موجودة وكده تأثر على الأندية، فقلنا لا خلينا واحد لحد ما الدنيا تمشي شوية يعني. فيعني لا، لعيب واحد ولعيب مؤثر، واللعيبه المصريين بيستفيدوا منه وبيلعبوا عليه وبيتعلموا منه برضه، ما بنقولش لا، واضافه يعني، وعمل برضه جو حلو للبطوله يعني. ما بالظبط كده، اقوى بطوله في افريقيا وفي الشرق الاوسط. الاختيار كمان انا بقول لحضرتك، اختيار الانديه للاعبين دول بيبقى اختيار جيد يعني، بصراحه بيبقوا اضافه الى حد ما الى حد ما، لكن لا. يعني في البعض يبقى جيد، في البعض يبقى يعني مش قوي يعني، لكن لحد ما لا، لاعبين جيدين ومفيدين. طيب هل في مقترح او في تفكير ان ممكن العدد الاجانب يزيدوا في الفرق المصريه الفتره اللي جايه، ولا احنا نتوقف عند لاعب واحد؟ مش الموسم الجاي على الاقل، مش الموسم الجاي، لكن بعد كده هندرس برضه، لسه هنشوف. صحيح. دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده، انا بشكرك شكرا جزيلا.